الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع محمد عبد الله، إليك محمد. شكرا هبة وشكرا إيمان، وتتابعون معي أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعربيا. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق، وكذا تسريع وتيرة التعاون المتعلقة بمشاركة الشركات المصرية في جهود البناء وإعادة الإعمار في ربوع العراق. وعرب مدبولي خلال استقباله السفير العراقي لدى القاهرة عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة، والتأكيد على مساندة مصر لكل الجهود التنمية والاستقرار في العراق الشقيق. من جانبه تطرق سفير العراق إلى التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، مستعرضا أهم الموضوعات المقترح أن يتم تناولها خلال الاجتماعات. كما أكد أنه سيتم التعامل خلال الفترة القادمة على آليات جديدة لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار في العراق. بحث وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي مع سفير الصين لدى القاهرة ليولا تشانغ تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي. وخلال اللقاء استعرض الجانبان عددا من الملفات المهمة لوضع آليات تدعيم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، كما تم مناقشة استراتيجية قطاع الطيران المصري والمشروعات الحالية التي تهدف إلى جذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية والتجارية بين مصر والصين، حيث تعد مصر مقصدا سياحيا هاما لدى الشعب الصيني. والأخبار البورصة، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع للمؤشرات باستثناء إي جي إكس 70 وسط تداولات متوسطة وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1020 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 2807 نقاط. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع تحسن توقعات الطلب في الصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية، وصعد خام برنت بنسبة 1.69% ليسجل مستوى 84 دولارا و10 سنتات للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 78 دولارا و37 سنتا للبرميل، بينما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.97% لتصل إلى 3 دولارات و18 سنتا للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.05% لتسجل 3 دولارات و9 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى. وأوضحت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1% في نوفمبر، وهذا هو أول انخفاض يشهده المؤشر منذ مايو من عام 2020 عندما كان الاقتصاد يعاني من تداعيات الموجة الأولى من جائحة كورونا. وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر الأسعار المستهلكين في ديسمبر بنسبة 6.5% وهو أقل صعود له منذ أكتوبر من عام 2021، وكان نوفمبر قد شهد ارتفاعا بواقع 7.1%.
كان هذا آخر ما لدينا من أخبار اقتصاد. عود من جديد إلى هبة حسين وإمام منصور. أشكرك محمد.